قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل. قال: فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل. قال: قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل. قال: قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: ثم سار ساعة، ثم قال: أو تدري ما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث العظيم عباد الله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله سبحانه وتعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقرب الأمة إلى الله وإلى الجنة إلا وبينه لهم، وما ترك شيئا يباعدهم عن الجنة ويدخلهم النار إلا وحذرهم منه بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما قبضه الله سبحانه وتعالى إلا وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا الحديث العظيم عباد الله تضمن أمرا عظيما، بل هو أعظم أمر في الدين وفي الإسلام، وبه جاء الأنبياء والمرسلون، ومن أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله انقسم الناس إلى سعداء وأشقياء، وأصحاب جنة أبرار، وأصحاب نار فجار. وبه أعد الله سبحانه وتعالى النعيم المقيم لمن أتى به ولمن حققه، وبه أعد الله سبحانه وتعالى العذاب الأليم لمن تركه وأعرض عنه، ألا وهو الأمر العظيم، وهو الإيمان بالله جل وعلا، وعبادة الله سبحانه وحده لا شريك له. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ
أو تدري ما حق الله على العباد؟ إن الإنسان في الدنيا ليغضب إذا أخذ منه شبر من أرضه، ويغضب إذا أخذ منه شيء من تجارته، ويغضب إذا أخذ منه شيء من دنياه. فهذا حق الله سبحانه وتعالى الذي من أجله خلق العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فخلقنا الله لهذا الأمر، ولماذا نعبد الله وحده؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. المستحق للعبادة واحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا جن ولا شيطان ولا مخلوق، واحد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وحده، ورزقنا وحده، ويشفينا وحده، ويمرضنا وحده. قال الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، عين لأكلك، فيه آيات أنه لا يستحق العبادة إلا الله. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. ربنا أكلك وأداك الفاكهة وما نسي البهيمة التي تنتفع بها وأبا وهو طعام البهائم. ربنا قال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال العلماء: والقطمير هو القشرة في نواة البلحة. ربنا قال: يا غير الله ما بيملك لك ولا القشرة البيضاء على نواة البلحة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا الأرض وسخر لنا البهائم وسخر لنا البحر وسخر لنا ما في السماوات والأرض جميعا منه، ما يريد منا إلا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. شكد إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، لقومه: أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ليه أنت بتعبد الله براو؟ قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت. العلماء قالوا ده من الأدب مع الله، مع إنه المرض من الله والشفاء من الله، قام نسب المرض له. قال: وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين،
وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها أي في جهنم هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون أي يختصموا من أشرك بالله ومن جعله شريكا بالله قالوا وهم فيها يعني في جهنم يختصمون تالله وفي الآخرة بيحلفوا بالله براو في الدنيا يحلف بأولاده وبالنعمة وبغير ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال تالله إن كنت قال تالله إن قال تالله إن كنتم لفي ضلال مبين إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين نسويكم يعني ندعو الله وندعوكم نطلب من الله الولد ونطلب منكم الولد نطلب من الله الحماية ونطلب منكم الحماية تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ربنا قال ولو ترى إذ وقفوا على النار قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء زول ما سمع القرآن وما سمع كلام الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي من العذاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله وين كنتم تدعون مع الله في الشديدة ودائر منه ينجدك ويفزعك ده لما يجي يقبض الروح قالوا ضلوا عنا ما شايفينهم ربنا قال وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا أدركت الأمة الأخيرة الأولى في نار جهنم حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ولذلك عباد الله أعظم حق خلقنا الله من أجله هو حق الله وإذا أتينا بهذا الحق العظيم كان لنا من الثواب الجزيل وكان لنا من النعم الدنيوية والأخروية ما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه وما نقف عنه إن شاء الله في الخطبة الثانية أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من حقق التوحيد لا يدعو إلا الله لا يتوكل على تميمة أو حجاب لا يعرف إلا ربه في الشدائد ماذا له في الدنيا والآخرة أما في الدنيا قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي لم يخلطوا توحيدهم وإيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لما نزلت هذه الآية شقت
على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس إلى الذي تذهبون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فإن الأمن مربوط بالإيمان والتوحيد في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأما من الفوائد أن يمكن الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، قال الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كذلك من هذه الثمار العظيمة في الدنيا قبل الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يوسع الأرزاق، وأن الله جل وعلا يرخص الأسعار، وأن الله سبحانه وتعالى يغدق على الناس في دنياهم قبل أخراهم. قال الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، وغير ذلك من النعم العظيمة. كذلك في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يغفر لأهل التوحيد قال ولو جاءوا بالمعاصي، قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، قال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فضل عظيم. عشان كده جاء في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك الدنيا دي كلها لو حقتك ومثلها معها ثلاث مرات ممكن تدفع عشان نمرقك من النار أكنت مفتديا بها؟ قال بلى. فيقول له الله كذبت، قد أردت منك وأنت في صلب أبيك آدم أهون من ذلك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. التوحيد نعمة عظيمة، ولذلك الصحابة فتحوا بها الأمصار. خالد بن الوليد رضي الله عنه حاصر بلدة يقال لها قنسرين فاستعصت عليه أشهرا ما قدر يفتحها. قال فكتب من خالد بن الوليد إلى أمير الروم ببلدة قنسرين أما بعد فأين تذهبون منا؟ فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. فقالوا هؤلاء القوم لا طاقة لنا بهم، فتحت من غير سيف. ولذلك هذا الأمر العظيم الذي يكون سببا لنجاة العبد يوم القيامة. ونختم بحديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها البشرى العظيمة والأحاديث كثيرة. يؤتى برجل يوم القيامة له 99 سجل، السجل مد البصر كلها سيئات، 99 سجل قدر ما بصرك يقيف وكلها سيئات. فيخلص أمام العباد يوم القيامة فيقول له الله سبحانه وتعالى وقد نشرت له السجلات أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول له أوظلمك ملائكة الكاتبون؟ فيقول لا يا رب.
قال فتوضع في الميزان ثم يؤتى ببطاقة فيقال له ولكن عندك عندنا حسنة، فيقول يا رب وما تفعل هذه الحسنة مع هذه السجلات؟ قال فتوضع هذه البطاقة التي فيها شهادة أن لا إله إلا الله، قال فتثقل بالسجلات فيغفر له. انظر إلى هذا الأجر العظيم. ولذلك عباد الله علينا أن نأتمر بحق الله الذي إذا طبقناه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا من باب تذكير المؤمنين والمسلمين، لأن هذا من الحق العظيم الذي وصى الله به الأنبياء. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وقلب مسرور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم أنزل علينا الأمن والإيمان، اللهم وأنزل علينا الأمن والإيمان، اللهم أمنا في أوطاننا وفي أهلنا وفي ديارنا يا أرحم الراحمين. اللهم وسع أرزاقنا يا رب العالمين، اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اقض عنا الديون يا أرحم الراحمين، اللهم اشف المرضى يا رب العالمين، اللهم ارحم الموتى يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح يا أرحم الراحمين إلا ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم واعن ولاة أمورنا إلى ما فيه الصلاح والتقوى يا رب العالمين، اللهم وفقهم وسددهم يا رب العالمين، اللهم واجعل لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتحضهم عليه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.